هنا المحور الإنساني، وهذه دورة العناية بمريض القلب. أهلا بكم. بوصفنا الجهة العلمية الأكثر مصداقية والتي تعمل بتراخيص رسمية وحكومية، فقد ارتأينا وقررنا أن تكون هذه الدورات التعليمية هديتنا لكم وللعالم. وقد تأسس المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث عام 2015، وأقام ندوات ومؤتمرات، وأقام العديد من الأنشطة في عدد من دول العالم، من بينها الأردن والجزائر ومصر وسلطنة عمان والكويت والعراق وبولندا وأوكرانيا وغيرها. أما عن هذه الدورات فإنها غنية بمحتواها ومضامينها، بحيث تمنح المشترك فيها المعرفة والفائدة في مجالاتها كافة. وسنبدأ في هذه الدورة كما ذكرت بالحديث عن العناية بمريض القلب. تعد أمراض القلب أحد أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، وقد تزداد معدل الإصابة بأمراض القلب بعد الازدياد في العمر طبعا. وقد قال العلماء أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى حالة الوفاة في حال عدم علاجها. وتتمثل خطورة بعض الأمراض المتعلقة بالقلب بأنها قد يتم اكتشافها بعد مرحلة تدهور الحالة الصحية للمريض وحدوث مضاعفات خطرة. لذلك أطلقت العديد من الدول حملات توعية ضد أمراض القلب، ومن أجل الوقاية منها والكشف عنها مبكرا، ولمعرفة كيفية التعايش مع الحالات المرضية وكيف يعتني المريض بنفسه قدر الإمكان. بداية سنتحدث عن الرعاية المنزلية، هي متابعة المريض بشكل جيد مع عمل بعض الفحوصات التي يمكن إجراؤها بالمنزل لمنع تدهور حالته الصحية والسيطرة عليه بشكل سريع، مما يتطلب وجود عناية منزلية بالمريض بعد خروجه من المشفى ولمنع تطور حالته المرضية بشكل خطير. هناك خطوات منزلية يجب اتباعها لمساعدة مريض القلب. بداية المواظبة على العلاج، وأن الانتظام في العلاج الطبي كذلك والاهتمام بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب هي أولى خطوات الدعم لمريض القلب، وهي أولى الخطوات الناجحة التي يجب على العائلة والمجتمع مساعدة مريض القلب للقيام بها، وهو تناول العلاج وتذكيره به حسب مواعيده وعدم إهمال العلاج من المريض ودعمه خلال المواعيد التي يجب عليه زيارة الطبيب فيها. كذلك عند حدوث أي أعراض على المريض يجب إبلاغ الطبيب بالأمر بأسرع وقت ممكن. والأعراض التي تشير إلى حالة الخطر هي أولا زيارة نوبات القلب، ثانيا السعال والإغماء المفاجئ وانتفاخ المعدة وانقطاع التنفس أثناء النوم، ويجب عدم الاستهانة بأي من هذه الأعراض. كذلك هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تقدم إلى مريض الضغط، مريض القلب. أولها التغذية الصحيحة، أهم ما يقوم به مريض القلب اتباع نظام صحي متكامل للحفاظ على صحة القلب والأغذية التي يجب أن يتبعها عند تناول الوجبات، ويجب أن تكون مشبعة بالدهون ولكن ليس إلى درجة كبيرة، وعليه تناول المزيد من الخضروات والفواكه كذلك، وعدم تناول الكثير من المواد التي تحتوي على الكوليسترول بالدم مما يسبب مضاعفات في القلب كذلك، والتركيز على الأطعمة التي تحتوي الأوميجا 3 والأسماك والمكسرات كذلك، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة كما ذكرنا التي تمد بالفيتامينات التي تساعد عضلات القلب وتخفيض الكوليسترول الضار بالجسم. لا ننسى الحركة، فالحركة والجلوس والراحة لفترات طويلة يزيد من دهون القلب والشرايين، وعلى مريض القلب الالتزام بمعدل معقول من الحركة والنشاط اليومي وعدم الإفراط في المجهود، ويجب استشارة الطبيب ليحدد المجهود المسموح به وبذله في المنزل دون إفراط. كذلك على المريض أن يقوم بضبط وزنه وأن لا يؤثر الوزن على حالة القلب في حال السمنة المفرطة، ويجب استشارة الطبيب حول أفضل الطرق لتخفيف الوزن في حال السمنة المفرطة لمريض القلب حتى لا يؤثر ذلك سلبا على صحته. الآن وقد تحدثنا عن مريض القلب وطرق العناية بمريض القلب وما يجب فعله من أجل مساعدة مريض القلب، سننتقل لطرح مجموعة من الأسئلة لتعم عليكم الفائدة. سأطرح هذه الأسئلة على شكل خيارات متنوعة، سأذكر كل سؤال ثم سأذكر الإجابة الصحيحة بعد ذلك. السؤال الأول، تعد أمراض القلب من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان. ألف، لأنها تؤدي إلى الوفاة في حالة إهمال العلاج. باء، الخطورة التي يتم اكتشافها بعد تدهور الحالة. جيم، مضاعفات خطيرة للمرض. دال، جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال، جميع ما ذكر. السؤال الثاني،
الرعاية المنزلية تعني: ألف متابعة المريض بشكل جيد مع عمل فحوصات، باء تمنع تدهور الحالة الصحية للمريض، جيم السيطرة على الحالة الصحية بشكل أفضل، دال جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال جميع ما ذكر. السؤال الثالث: الخطوات الواجب اتباعها للعناية بالمريض في المنزل. ألف عدم الاكتراث له وعدم الاكتراث لتناول مواعيد الدواء، باء السكوت عن أي أعراض قد تطرأ على المريض، جيم الاستهانة بالأعراض التي قد تصيب المريض وتكون قد طرأت عليه بشكل واضح وتكون جديدة كالسعال أو الإغماء المفاجئ، دال المواظبة على العلاج وأخذ الأدوية في مواعيدها وعدم الاستهانة بأية أعراض مثل انقطاع النفس أثناء النوم والسعال. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال. السؤال الرابع: من الأمور التي يجب مراعاتها لمريض القلب من ناحية الغذاء، تناول جميع الأطعمة التي تحتوي على الدهون. ألف باء تناول أطعمة صحية مثل الأسماك والخضروات الطازجة، جيم تناول المكسرات التي تحتوي على الأوميغا 3، دال هي عبارة عن باء زائد جيم. والإجابة الصحيحة بالطبع هي دال باء زائد جيم، فعليه تناول المكسرات والأوميغا 3 والأطعمة مثل الأسماك والخضروات. السؤال الخامس والأخير: من الأمور الواجب الحرص عليها لمريض القلب بشكل معقول. ألف الحركة بمعدل معقول وضبط الوزن بما لا يضر صحة المريض، باء الجلوس لفترة طويلة، جيم استشارة الطبيب لتحديد مدى الجهد المسموح به، دال ألف زائد جيم. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال ألف زائد جيم. وهكذا انتهيت من طرح الأسئلة عليكم وعمت عليكم الفائدة. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني دوراتك.com للمزيد من التفاصيل.